جريمة الخطف إحدى ثمار ربيع مزعوم حمله لنا مدعو الحرية. ومخطوفون عادوا إلى الحياة من جديد بعد مساع من جهات حكومية معنية في موضوع الخطف، ومجموعات شعبية ومحلية تعمل بجهد لمحاربة هذه الآفة. الله يحميك يا شام. تعجز الحروف عن أن تصف المشهد، فهي مشاعر وأشخاص عادوا إلى الحياة من جديد، مشتاقين إلى وجوه أطفالهم ورائحة الحرية التي حرموا منها بسبب ربيع مزعوم اجتاح بلادهم لينشر الحقد والإرهاب. لا بابا، ليه بابا؟ مخطوفون عادت لهم حريتهم بعد أن ذاقوا أشد الآلام والإهانات من خاطفين تجردوا من مشاعر إنسانيتهم ولم يكترثوا بدموع أم وصلت الليلة مع النهار بكاء على ابنها الذي لا تعرف عنه شيئا. مطالها من شغلي رايح اتجاه سيدي أبداد، عمو مسكوني طمشوني وأخذوني أخذوني هكذا موقع أي ساعة أبديلة على العجر الأسود عيلدة قدت اجدعونا على بيت ساعني. وبعد ما اخذوك حطوك شو صار يعملوا معكم؟ شو يحكوا معكم؟ قالوا ما غلوا شيء، ما غلوا طريقه الا ما عذبوني بيها. الله لا يسامحهم، الله لا يسامحهم، بس ينزلوني اسمه بنتي. الله يرجع كل غايب لاهله يا رب، والله يديم لنا هالوطن ويكفينا شرهم يا رب. العصابات الإرهابية نشرت هذا النوع من الجرائم لتزيد من معاناة المواطنين السوريين الذين فرض عليهم أن يكونوا متواجدين في المناطق التي تتواجد فيها هذه العصابات، معتمدة على جريمة الخطف كأحد وسائل إجرامها للحصول على المال وبعض المطامع الشريرة. خطفت قدام بيتي بسيدي أدا، كنت عم جيب أواعي صيفية لأولادي تاريخ 15/11/2012 ونزلت، مضطر انزل بوقت انه كان اذان المغرب لانه عندي تاني يوم موعد مشفى لبنتي، فصادفت جماعه مسلحين 6 اشخاص تعرضوا لي وتموا لمده 6 ايام يغزوني بحربه الباروده ويطفوا السيجاره بجسمي. المفروض انه هن يعرفوا شو اللي عم يعملوه، انه هي حرب صهيونيه امريكيه بحته، هن عم يدافعوا عن افكار مانا افكار عربيه ولا افكار اسلاميه اساسا، فبتمنى منهم انهم يوعوا عشان عم يعملوا. الحمد لله بجهود بعض الوسطاء ووجهاء واهل الخير والناس الطيبين والمحبين للوطن استطاعوا اقناع الخاطف باطلاق سراحه. مساع كبيره من جهات حكوميه معنيه في موضوع الخطف ومجموعات شعبيه ومحليه لمحاربه هذه الافه التي لم نعهدها إلا بعد ظهور مدعو الحرية، ومن يريد الحرية كيف له أن يحرم غيره منها؟